ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. سيدي موسى الغضبان. لم يكن سيدي موسى ممن يسرع الغضب إلى قلوبهم ولو أن اسمه الغضبان. لما كان في 26 من عمره وكان يدرس بالمعهد الوطني للزراعة والبيطرة، تعرف على شابة تصغره بأربعة أعوام. كانت نوال محمدي توشك على التخرج من كلية الآداب. نشأت علاقة حب بين الشابين اللذين اتفقا على تتويجها بالزواج فور تخرجهما وحصول موسى على وظيفة. كثيرة هي في دفاتر الحياة مثل قصة الحب الجميلة هذه، ولكن جاء موسى الغضبان من قلعة مجونة للدراسة في المعهد الوطني للزراعة والبيطرة. كان شابا أسود البشرة وسيما ينتسب إلى الزاوية الناصرية، ولذلك يسميه أهله بسيدي موسى، شاب لين الطبع هادئ المزاج. أما نوال المحمدية التي فتن بها وفتنت به فهي من أسرة ميسورة الحال. ولدت في الرباط لأب يتاجر في الأثواب وأم لا تفتأ تفتخر بانتمائها إلى واحدة من الأسر العريقة في فاس. ولكن الشابين في العلاقة الناشئة بينهما يتجاوزان كل هذه الاعتبارات، ينظران إلى الحياة من زاوية مختلفة. نشأ سيدي موسى في قلعة مجونة. كان والده مزارعا يملك أراضي شاسعة في المنطقة، ولذلك نرى الشاب سيدي موسى ابن بيئته اختار أن يدرس الزراعة. في العام 96 900 وألف تخرج من المعهد الوطني للزراعة والبيطرة. حصل على الدكتوراه في البيطرة بامتياز بعد أن ناقش أطروحته حول تجديد نسل الماعز. لقد ساعده في ذلك والده الذي أتاح له أن يجري تجارب متعددة في ضيعته بقلعة مجونة. ما أن تخرج سيدي موسى حتى وجد وظيفة في وزارة الفلاحة، وقد اندمج سريعا ضمن فريق الأبحاث الذي عين ضمنه. لما بدأت تتحسن ظروفه المادية قرر سيدي موسى أن يفي بوعده وأن يتقدم لخطبة نوال. مهدت له الفتاة الطريق إلى والدها السيد عبد القادر المحمدي تاجر الأثواب المعروف. أوحت إليه بأنها لن تجد سعادتها إلا مع سيدي موسى. لم يمانع الأب، وكيف له أن يغضب نوال وليس له من بنت سواها. موقف أم نوال السيدة سليلة العائلة العريقة في فاس كان موقفا معارضا لزواج ابنتها نوال من شاب أسود البشرة. أصرت نوال على أنها لن ترضى بغير سيدي موسى زوجا، وإذا ما تمسكت الأسرة برفضها فإنها سترافقه إلى قلعة مجونة ليقام حفل الزفاف على طريقة أهل تلك المنطقة. كان موقف نوال صارما، لم تجد عائلة المحمدي سبيلا إلى الرفض. تم الزواج. أقام التاجر عبد القادر المحمدي حفل زفاف يليق بابنته نوال. حضرته عائلة سيدي موسى من قلعة مجونة، واستقر الزوجان الشابان في سكن محترم بحي الليمون. تم الزواج، ولكن أم نوال اعتبرت أن زواج ابنتها من الشاب أسود البشرة هزيمة لها، ولذلك فهي مصممة العزم على نسف هذه الزيجة. كان لأسرة المحمدي ولد يصغر نوال، كان في 19 من عمره لما تزوجت شقيقته. وعكس نوال التي كانت مثابرة في دراستها، كان شقيقها واسمه حميد متهاونا مستهترا. ومع ذلك فإن والدته كانت تدلله. لقد أمعنت في تدليله في المدة الأخيرة، تريده أن يكون حليفا لها في نسف زواج نوال من الرجل الأسود. كانت أم نوال تصفه بالعبد الحرطاني. ذات عيد، نحن الآن في العام 98 900 وألف، حل سيدي موسى وزوجته ضيفين على أصهاره. تقرر أن يمضيا الليل. كان الأب عبد القادر المحمدي يولي زوج ابنته سيدي موسى تقديرا خاصا،
ولذلك تخلى لصهره وابنته عن غرفة نومه تلك الليلة، ليلة العيد. في الصباح خرج سيدي موسى وصهره إلى المصلى لصلاة العيد. في تلك الأجواء التي تؤثثها بهجة العيد وفرحته، لم يكن ليخطر ببال أحد أن أم نوال اختارت تلك المناسبة بالذات لتفجر قنبلتها. فما أن ذهب الرجلان إلى المصلى حتى أعلنت أم نوال أن حليها التي كانت في الصندوق الفضي في غرفة النوم اختفت، وأن السارق هو ذاك العبد الحرطاني. توسلت نوال إلى أمها أن تتريث قبل أن تتهم سيدي موسى، فقد تكون نسيت أين أخفت الصندوق. ولكنها أعلنت أنها عثرت على الصندوق فارغا في سيارة سيدي موسى، لم يكن الرجل قد أخذ سيارته إلى المصلى. وجد سيدي موسى وزوجته نوال نفسيهما في موقف شديد الإحراج. حماته تتهمه الآن بالسرقة وفي يوم العيد. لم تكلف نفسها عناء البحث عن ابنها حميد الغائب عن البيت منذ الصباح. حاول أبو نوال التهدئة بأن وعد زوجته بأنه سيعوض لها كل حليها التي ضاعت. لم تكن أم نوال تستند إلى حجة في اتهامها لصهرها. رأى سيدي موسى أنه يستحيل البقاء، خير زوجته نوال بين المكوث في بيت أسرتها أو العودة معه إلى بيتهما. لم تتردد فغادرت المنزل رفقة زوجها. كانت الإهانة التي تعرض لها قاسية، كيف تتهمه حماته بالسرقة؟ كيف سمحت لنفسها بذلك؟ قطع سيدي موسى على نفسه أن يكشف المؤامرة وأطرافها. كان أحد أصدقائه القدامى يعمل ضابطا في الاستعلامات العامة في الرباط، وقد فكر أن يطلب منه مساعدته في إجراء بحث حول حميد شقيق زوجته نوال. كان سيدي موسى يعلم أن حميد حليف أمه في معارضة زواجه من نوال. سريعا أثبتت التحريات أن الشاب حميد المحمدي ابن تاجر الأثواب المعروف يتعاطى المخدرات القوية، وأنه في سبيل ذلك ينفق الكثير من المال. طلب سيدي موسى من زوجته أن تبلغ والدها بالأمر. كان في ذلك جوابا لأسئلة كثيرة كانت تساور الرجل بشأن اختفاء الكثير من الأشياء الثمينة من البيت. كانت زوجته ترفض تقبل الحقيقة، ولذلك نصب عبد القادر المحمدي فخا لولده، وما لبث أن ضبطه ذات ليلة متلبسا. طرده من البيت، وكان قرارا عسيرا أثر على صحته، إذ لم يلبث أن أصيب بجلطة دماغية ألزمته الفراش لعدة أشهر. كانت نوال في تلك المرحلة تعد رسالتها لنيل شهادة الدكتوراه في الأدب، وقد اضطرها الانهيار الصحي المفاجئ لوالدها إلى الإشراف على تسيير متجره الذي يعتبر المورد الأساسي لحياة العائلة. طفى حميد من جديد على السطح، وصار يتردد باستمرار على المتجر، يستولي في كل مرة بالعنف على مبالغ مالية هامة كان ينفقها في التعاطي للمخدرات. تطورت الأمور سريعا، وذات يوم ضبط وهو يبيع مخدر الكوكايين قرب إحدى الكليات. حكم عليه بالسجن 3 أعوام. بعد أشهر تم نقله من سجن سلا إلى سجن وطيطة بنواحي سيدي قاسم. كان لخبر اعتقال حميد وقع مدمر على والده عبد القادر المحمدي. كان الرجل مشلولا، بعد 6 أشهر فارق الحياة. في السجن كان حميد يبدي انضباطا تاما، ولذلك تم تمتيعه برخصة استثنائية مدتها أسبوع لحضور جنازة والده. وما أن حمل الفقيد إلى مثواه الأخير حتى طالب حميد بإحصاء التركة تمهيدا للقسمة. تجاهل اعتراض أمه التي كانت تخشى الفضيحة. لم يكن معارفها يعلمون أن حميد يقضي عقوبة حبسية. كانت قد أوهمتهم بأنه سافر إلى أوروبا في تجارة لوالده الراحل. كان حميد مصرا على القسمة قبل أن يعود إلى السجن. لم تجد الأم بدا من الاستجابة. تم إحصاء التركة، ومن خلال مشروع مخارجة علم كل وارث حظه. عادت إلى حميد عمارة في حي أجدال قيمة ما تدره شهريا 20,000 درهم. عادت إلى والدته الفيلا حيث تسكن وقطعة أرض بالسويسي، في حين قبلت نوال بالمتجر وما فيه من بضاعة. كانت تعلم
أن القسمة لم تكن عادلة، ولكنها تراهن على قدرتها في تنشيط تجارتها. ظل سيدي موسى بعيدا، فضل السفر إلى الخارج. عاد حميد إلى السجن ليكمل عقوبته الحبسية، ولكنه لم يعد كما خرج، لم يعد ذاك السجين المنضبط. كان الدخل الشهري الذي تسنى له مما ورثه قد أورثه عجرفة وتعاليا، انساق إلى تجارة المخدرات والسجائر داخل السجن ذات لجنة تفتيش، ضبط وحكم وأضيفت إلى عقوبته الأصلية سنتان. في الرباط كانت نوال تثابر في تطوير تجارتها، يساعدها زوجها سيدي موسى، بفضله تسنى لها أن تقيم علاقات مثمرة مع أطراف عدة. رزقت نوال وزوجها طفلا وطفلة، كان محور كل اهتمامهما وأيضا اهتمام جدتهما. لم تعد المرأة وقد تبدلت أحوالها تنعت صهرها بالعبد الحرطاني. خاب أملها في ابنها حميد الذي ساءت أحواله في السجن. ذات مرة بعث برسالة إلى شقيقته نوال يطلب منها أن تجعل زوجها يتدخل للتخفيف عنه. حسبت نوال أن سيدي موسى سيرفض، ولكنه أشفق لحال سهره. حاول، ولكن ملف حميد لم يكن يتيح فرصة للتدخل. ظن حميد أن سهره تجاهل استعطافه، ولذلك زاد حقده عليه. وتلت رسالة الاستعطاف رسائل تهديد، قال حميد إنه سيحول بيت سهره إلى جحيم لما يغادر السجن. قضى عقوبته الحبسية، سعى إلى البحث عن عمل، وكان قد تعرف في السجن على منعش عقاري حبس لإدانته بالاتجار في المخدرات. أقام معه شراكة، وقد اضطر لاقتراض مبلغ مالي هام من إحدى المؤسسات البنكية لقاء رهن العمارة التي آلت إليها. قام شريكان بتنظيم عملية تهريب مخدرات إلى أوروبا، درت عليهم العملية أموالا هامة. أغرته اللعبة، في المحاولة الثانية استثمر كل ما كان لديه في شحنة مخدرات جديدة إلى أوروبا. في تلك المرة لم تسلم الجرة، ضبط صاحبه بينما أفلته، أفلت ولكنه صار بلا مورد. عاد إلى البيت، ومع مرور الأيام صار يحاول إقناع والدته ببيع الفيلا التي تسكنها. كان يضغط بقوة، ولكنها تلافيا للحظة ضعف وهبتها لحفيديها ابن وابنة نوال وسيدي موسى. بعد فترة اكتشف حميد هذا الأمر، صار الآن يهدد شقيقته، يضغط عليها لتقنع والدتهما بالتراجع عن هبتها لفائدة الحفيدين. كان يأتي إلى منزل نوال بعد أن يغادر سيدي موسى إلى عمله، باءت كل مساعيه بالفشل. ذات ليلة تسلل إلى بيت شقيقته، دخل غرفة الطفلين وحمل الولد. أفاق الطفل مذعورا وهو يصرخ. استيقظت نوال، وما أن خرجت من غرفتها حتى وجدت حميد يحمل الطفل بيد وفي يده الأخرى سكين، كان يهدد بذبح الولد إن هي قاومت. كانت الجدة أم حميد نائمة في غرفة مجاورة. لما سمعت صراخ الطفل أفاقت وخرجت. أمام المشهد الرهيب لم يمكنها إلا أن تتوسل إلى حميد. توسلها أيقظ سيدي موسى. كان في حالة هياج، كان يسب والدته. استغل سيدي موسى انهماكه في شتم أمه وشقيقته، باغته من الخلف، ارتمى عليه لإنقاذ ولده. وقع حميد أرضا والطفل في يده، لم يصب بأذى، ولكن السكين التي كانت في يمينه انغرست في صدره. لم يتمكن أحد من إسعافه، ظل يتخبط ثم مات. تم إبلاغ الشرطة. ظن العميد الذي تولى البحث أن الأمر يتعلق بجريمة قتل مبيتة دبرها سيدي موسى وزوجته. تلك الليلة قضاها سيدي موسى رهن الاعتقال الاحتياطي. بعد معاينة الجثة خلص الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة بأداة حادة في القلب. تأسيسا على ذلك طلبت النيابة العامة استجواب كل من كانوا في البيت لحظة الحادث. تم استجواب والدة حميد وشقيقته نوال. كانت الأم مغرقة في حزنها، مهما كان في نهاية المطاف هي أم مكلومة لموت ولدها الوحيد، هي حزينة لاعتقال سهرها بجرم لم يرتكبه. لما استقبلها العميد للتحقيق معها استجمعت قواها ما تبقى لديها من قوى. قالت
إنها قتلت ابنها حميد. فاجأت العميد لما سألها كيف قتلتها، قالت: قتلته عندما كنت ألبي له كل مطالبه وهو طفل، وعندما كنت أحول بينه ووالده حين كان يهم بتقويم ما يعوج من سلوكه. في تلك اللحظات كنت أقتله. أكدت أم حميد أن سيدي موسى لم يقتل حميد، وإنما حاول إنقاذ ولده الذي كان حميد يهدد بذبحه. قالت إن حميد وقع لحظتها أرضا فانغرس السكين الذي كان في يمينه في صدره. تطابقت أقوال أم حميد مع أقوال نوال وما قاله سيدي موسى. حميد كان المسؤول عن مصرعه. تأسيسا على الملف الذي تقدمت به الشرطة، قرر الوكيل العام حفظ القضية لعدم توفر عناصر الجريمة. ملفات بوليسية.